يقام بعد قليل حفل إفطار الأسرة المصرية والذي ينظم بشكل سنوي، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية. كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.